ومعنا من واشنطن المحلل السياسي سيد فيصل الشمري. سيد فيصل، بداية أهلا بك. دعني يعني أتحدث عن نقطة وهي الاستراتيجية لترامب تجاه إيران تحديدا برأيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمستند الجديد لاستراتيجية ترامب للأمن القومي الأمريكي، المستند عبارة عن 70 صفحة تقريبا. الاستراتيجية كانت للتعامل مع عدة دول من ضمنها روسيا والصين، وضعت كاتيجوري استراتيجية كونتستر والمنافس. بالنسبة لإيران وكوريا الجنوبية، عفوا كوريا الشمالية، وضعت على أنها أنظمة غير مستقرة معادلة للولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للشأن الإيراني، الاستراتيجية الجديدة هي امتداد لما لعدة استراتيجيات وتصريحات من جدال الرئيس ترامب بشأن إيران. إيران دولة عدوة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، دولة تعمل لدعم الميليشيات الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وعدم استقرار إيران. إيران من الدول العربية تدخل في الشؤون الداخلية، و يعني رأينا قبل كم يوم المندوب الأمريكي للأمم المتحدة المندوب الدائم السيد خيري كان عنده تصريح كبير، تصريح والاستفتاءات الأدلة على ضروع إيران مد الحوثي بالصواريخ السياسية التي حاولت تفرض الرياض وبعض مناطق المملكة العربية السعودية. نعم، أنا أكتفي بهذا القدر سيد فيصل الشمري نظرا لرداءة الصوت. من واشنطن المحلل السياسي سيد فيصل الشمري، شكرا جزيلا لك.